السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم يخص مادة العلوم الفصل الأول النباتات الزهرية. نجي نتعرف على الموضوع وملخصاته وأهم الفراغات اللي بهذا الموضوع. ما النباتات الزهرية؟ تتفتح الأزهار أيام الربيع بألوان مختلفة وروائح عطرية متنوعة، وبعض النباتات تؤكل أزهارها أو تستخدم في العلاج، وتستخلص العطور من الأزهار من أزهار بعض النباتات، وتسمى هذه المجموعة الكبيرة والمهمة من النباتات التي تكون أزهارا بالنباتات الزهرية، تسمى النباتات التي تكون أزهارا بالنباتات الزهرية. تتكاثر النباتات الزهرية عن طريق البذور، لأنها فراغات. عندنا السؤال: ممن تتكون الزهرة؟ أو ما هي أجزاء الزهرة؟ أجزاء الزهرة: الكأس، التويج، الطلع، المتهر. هذا أقول لك السؤال بس عدل. أما يجيك تعريف نجي نتعرف عليهن. الكأس هو مجموعة من الأوراق خضراء وظيفتها حماية الزهرة. هذا تعريف. هو مجموعة الكأس هو مجموعة من الأوراق الخضراء. شنو وظيفتها؟ حماية الزهرة. التويج هو مجموعة من الأوراق الملونة وظيفتها جذب الحشرات، مثل النحل والفراشات، فضلا عن الطيور المساعدة على عملية التكاثر. هاي فوائد التويج وكذلك تعريفه. الطلع جزء الذي يكون الطلع هو الجزء الذي يكون حبوب اللقاح. ويعد العضو التكاثر الذكري. أربعة المتاع، نقول هو عضو تكاثر أنثوي في الزهرة ويحتوي على المبيض وبداخله بويضات. لذا تعد الزهرة هي جزء مسؤول عن عملية التكاثر في النباتات الزهرية. إذا جاك تعليل لماذا تعد الزهرة هي المسؤولة عن التكاثر، لأنها تحتوي على مبيض وداخله بيوض، وتحتوي على الطلع الذي يكون الذي فيه الحبوب اللقاح ويعد العضو التكاثر الذكري. هاي هنا نفصل لك الصورة. هذا الطلع، هذا التويج، الطلع هذا مثل ما تلاحظ في الصورة. هذا ما مطلوب منك رسم، بس هيك تتعرف على أجزاء الزهرة. نجي كيف تتكون الثمار، صفحة 21. الأزهار هي جزء مهم من النباتات لأنها تكون الأثمار التي نأكلها. الأزهار هي جزء مهم من النباتات. لماذا؟ لأنها تكون الأثمار التي نأكلها والتي تحتوي البذور بداخلها تتكون الثمار من أزهار، نتيجة لعملية التلقيح. هنا عندنا تعريف عملية التلقيح. شنو هي؟ هي انتقال حبوب اللقاح من الطلع إلى المتاع. التلقيح هي انتقال حبوب اللقاح من الطلع إلى المتاع. قد يجيك تعريف الطلع، أو يجيك فراغات الطلع إلى المتاع. أقول لك التلقيح هو عملية انتقال الحبوب اللقاح من فراغ إلى فراغ. زين؟ هذا الرسم مطلوب من عندك. شلون ترسمه؟ كل السهل، هيك تخلي دائرة وهنا نذن الأوراق، وهنا نذني وذن الدور ترسمه وتأشر صحيح وترسمه بالدفتر وتلونه، يصير يعني مقبول. وغالبا ما تحدث عملية التلقيح بفعل الرياح. عملية التلقيح تتم
بفعل الرياح، لكن أحيانا تساهم الحشرات أو الطيور بنقل حبوب اللقاح، حيث تجذب الألوان الزاهية والروائح العطرة للأسهار، الحشرات وبعض الحيوانات الأخرى. بعد اكتمال عملية التلقيح تبدأ عملية الإخصاب. هنا تعريف، هذا تعريف. هو شنو تعريف الإخصاب؟ هو اتحاد حبة اللقاح بالبويضة. إلى هنا هذا تعريفها الموجودة في المتاع، وينتج عن هذه العملية تكوين البذور، ويبدأ المبيض بالانتفاخ مكونا الثمرة التي تحيط بالبذور وحمايتها. نجي هنا موضوعنا، كيف تصنف النباتات الزهرية بحسب أنواع البذور؟ هنا عندنا هذا الدرس، صنفت النباتات الزهرية بحسب نوع البذور. فيها إلى نوعين، الأولى تسمى ذوات الفلق الواحدة، هذا فراغ. شنو تعريف ذوات الفلق الواحدة أو فراغ؟ وهي النباتات التي تكون فيها بذرة على شكل كتلة واحدة مثل القمح والذرة. هنا تعريف، نعيده، وهي النباتات التي تكون فيها البذرة على شكل كتلة واحدة مثل القمح والذرة. عندنا النوع الثاني من النباتات، هي من البذور، تسمى ذوات الفلقتين. وهي نباتات، هاي تعريفها، وهي النباتات التي تكون فيها البذور، البذرة على شكل كتلتين متقابلتين بالمكان، ففرقهما إلى نصفين متماثلين مثل منو؟ مثل الباقلة. من نفتح الباقلة يعني النصفين اثنيناتهم متساويات بالشكل والحجم، تسمى ذات فلقتين. وتتكون البذرة من ثلاثة أجزاء رئيسية. ما هي أجزاء البذرة؟ هذا السؤال، ما هي أجزاء البذرة؟ نجي نتعرف عليها. غلاف البذرة، هذا أول واحد. أولا أجزاء البذرة، ما هي أجزاء البذرة؟ أولا غلاف البذرة الذي يحمي الجنين. شنو فائدة غلاف البذرة؟ يحمي الجنين. والفلقات ثانيا، أجزاء البذرة، الفلقات شنو فوائدهن؟ تخزن الغذاء، والجنين. هذا ثالث الأنواع من الأنواع أو أجزاء البذرة، الجنين الذي ينمو ليكون نباتا جديدا. تقوم بعض النباتات بخزن المواد الغذائية في البذور بدلا عن المبيض مثل الفاصوليا والباقلة. وين يخزنين الغذاء؟ الفاصوليا والباقلة يقوم بخزن الغذاء في الجنين بدلا من المبيض، في مثل نوع الفاصوليا والباقلة. هاي مثل ما تلاحظ، هاي قدامك، هاي الرسم مطلوب، هذا ذو الباقلة ذو فلقتين، هاي الفلقة وهاي الفلقة، وهذا شنو؟ الجنين. هذا الغذاء المخزون، هذا الغلاف البذرة. مثل ما تلاحظون، إلى هنا انتهى درسنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.